معلومات هامة عن الوفد الجديد للمنتخب التونسي أنس الحاج محمد الذي وجه له القادر الدعوة لتقام زي المنتخب التونسي. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. شهدت القائمة حضور لاعب فريق بارما الإيطالي أنس الحاج محمد في ظل تألقه مع ناديه ما لفت أنظار المدرب القادر ليكافئه بحمل قميص نسور قرطاج. يمكن اللاعب أنس الحاج محمد اللعب لصالح ثلاث منتخبات وذلك لحمله ثلاث جنسيات مختلفة وهي كل من الجنسية التونسية والمغربية والإيطالية، حيث ولد من أب تونسي وأم مغربية مدينة شايت الإيطالية. سبق اللاعب أنس الحاج محمد أن شارك مع المنتخب الإيطالي والمغربي قبل أن يختار في الأخير تقام زي نسور قرطاج، وكان ظهوره الأول مع المنتخب الإيطالي ضمن فريق تحت 17 عاما في المرحلة النهائية لتصفيات كأس أوروبا، وشارك كذلك في مارس الماضي في طرابلس تحضير الانتقاء الخاص باللاعبين مواليد 2005 تحت اشراف الاتحاد المغربي لكره القدم. وعقبت الاتحاد الايطالي لكره القدم لفريقه السابق كيفو فيرونا وانزالي للدرجه الثالثه، كانت السبب الاساسي لظهور اللاعب وابراز امكانياته من بوابه نادي بارما، حيث ان عقوبه ناديه السابق سهلت عليه الخروج من الفريق والانضمام لنادي بارما. تالق كبير للاعب انس حاج محمد مع فريق بارما لتحت 19 سنه جعل النادي يقوم بتصعيده للفريق الاول، حيث سجل الحاج محمد الموسم ماضي 15 هدفا وصنع 5 اهداف في 32 مباراة مع نادي بارما تحت 19 سنة. لهنا نوصلوا نهاية الفيديو، مشكورين على المتابعة، ما تنساش باش تعمل جيم للفيديو وتشترك بالقناة باش تكون اول من يوصلك جديدنا.